السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع جميل تقدر ان انت تخلي الصور بتاعتك بأي ستايل اللي يعجبك. هنا خلينا نبدأ نقول له احنا عايزين نيو بروجكت، فبيبدأ يسألني على المقاس اللي انت عايزه، وبيقول لي بقى انا ممكن ترفع اي صورة. وليكن مثلا الصورة ديت، وبعد كده اقدر ان انا اكبرها بالشكل دوت. هتلاقي في حاجة اسمها جنريتيف فيل، تمام، وجنريتيف ريموف. جنريتيف فيل في جزء معين عايز يتعمل بشكل تاني، يعني ممكن مثلا الحتة دي عايز تخليها بدلة، فتبدأ تعلم عليها وتقول له انا عايز تغير بقى اللبس دوت. وتقدر تكبر الفرشة لو انت عايز من هنا. وجنريتيف ريموف يبدأ يحذف لك حاجة معينة، في شخص مثلا تصور بالغلط في الصورة، فتقدر ان انت تتعلم عليه وتقول له شيله لي من حياتي خالص، تمام. لو في حاجة اتعمل غلط تقدر تقول له ديسيلكت. نقدر نجي هنا ونقول له احنا عايزين نحط ايه، وتقول له جنريت، يبدأ هو يديك اقتراحات. تقدر تديله تكست او ايمج، يعني ما عندكش حاجة تقدر تقول له اديك تكست مثلا انا عايز صورة لشخص مثلا بيلعب كورة، فيبدأ يكون لك الصورة دي مخصوص ليك، تمام. عمل لي بدلة، فتقدر تقارن وتشوف الاشكال، ما فيش ولا شكل فيهم عاجبك تقدر تقول له اعمل لي اشكال تانية. يعني مش عاجبني البدلة، يعني هو شغله حلو بس مش عاجبني البدلة، مفيش ولا بتلاقي عجباني، فتقدر تقول له اعمل ايه تاني. ممكن تقول له ابدأ اشتغل فيها على كانفا، يعني خد الصورة ديت ووافق عليها. ممكن تقول له احذف لي الخلفية، فحذف الشكل دوت بحيث ان انت تقدر تحط خلفية تانية. طيب ممكن مثلا انا عجبني الستايل دوت، او الستايل، وتبدا بقى لما تديله صوره، لما تكتب له انت مثلا عايز مثلا بوي بلاي فوتبول اوت، فيبدا يكون لك الصوره بالستايل اللي انت عايزه، او تديله صورة وتقول له اعمل لي الصورة دي بالستايل دوت. اهوت اهو اهو. اما طبعا بيسموا دي كرة قدم، مع انها ما بتلعبش بالقدم، مش فاهم ليه، تمام. بس الصورة اتعملت هي بالستايل اللي احنا عايزينه. طيب خلينا نبدأ نقول له احنا عايزين مثلا نختار ستايل تاني وليكن دوت. اروح هنا الايمج تو ايمج، ده الستايل، تقدر تغيره من هنا، مش لازم تروح لهوم بالشكل دوت. تقدر تختار اي ستايل انت عايزه، وهاجي هنا هحط الصورة اللي انا عايزها، وليكن مثلا الصورة ديت. دي بدأت تتفعل بحيث ان انت تقدر تحول الصورة دي للستايل دوت، ويبدأ يجيبها لك بالشكل دوت، تمام. والصورة اللي أنا كنت وريتها لكم قبل كده دي الصورة، تقدر تتحكم في هيلتزم بالصورة قد إيه من خلال العوامل ديت. خلينا نختار مثلا صورة تانية وليكن مثلا ديت، تمام. طيب أقول له توكل على الله، وتقدر تديله برومت يساعدك في إن هو يعمل لك صورة مختلفة، فيبدأ يعمل لك الصور بالشكل دوت، أشكال مختلفة، تمام. بتفضل تجرب كذا مرة لحد ما توصل للشكل اللي أنت عايزه. على فكرة أنا بستخدم النسخة المجانية، هو بيديك كريديت كل يوم، فمفيهوش مشكلة خالص. لو أنت عايز تاني تقدر تعمل أبجريد يديك أكتر.